سام فيلي كوميساتي. النهارده هنكمل مع بعض باقي الحروف الايطاليه اللي هو لالفابيتو ايطاليانو. لالفابيتو ايطاليانو الحروف الايطاليه. هنرجع مع بعض بسرعه 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 الحروف اللي خدناها الحلقات اللي فاتت. ا بي سي دي اي اف جي. الحرف اللي جاي سهل جدا لو الحروف المتحركة اي. الاي حرف سهل جدا. اي ماما انا عايزة اروح ايطاليا. ايطالي ايطاليا. اي ايطاليا. اي ايطاليا ايطاليا. عندنا الحرف التاني اللي بعده ال ال ليموني. ال ليموني. ال ليموني. انا عايزه يا ماما اشرب ليموني. ليمون ليموني. الحرف اللي بعده سهل جدا جدا جدا. ام ام. لما تيجي تنادي ماما مادري. ماما مادري او ماما. مادري يعني ام. مادري يعني ام. واخر اخر حرف معانا الحلقه دي حرف الان. الان. ان نوتي. نوتي. نوتي يعني مساء. نوتي يعني مساء. نراجع مع بعض بسرعة 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 بسرعة. يلا. اي ايطالي. اي ايطاليا. اي ايطاليا. ال ليموني. ال ليموني. ام مادري. ام مادري. ان نوتي. ان نوتي. ايطاليا يعني ايه؟ ايطاليا. برافو شاطرين. ليموني ليمون. يا مادري مادري. نوتي. نرجع مع بعض الحروف مرة أخيرة أخيرة أخيرة. أ بي تشي دي اي اف جي اي ال ام ان. في الحلقة الجاية هنكمل باقي الحروف مع بعض.